أهلا وسهلا بكم. ترأس العديد من القنوات بالتلفزيون السعودي، أسس القناة الإخبارية، أيضا ترأس القناة الأولى والثانية، وعين أخيرا مديرا عاما للقنوات الرياضية السعودية بعد أن تحول قطاع التلفزيون إلى هيئة مستقلة. استقال من القناة الأولى في ظروف غامضة، الأمر الذي يعني أثار العديد من التساؤلات، ويعتبره الكثير من من يعمل في هذا الحق الرائد في مجال التطوير التلفزيوني. اليوم سنتحدث عن ملفات كثيرة، نتحدث عن أداء القنوات الرياضية، نتحدث عن الدوري السعودي، نتحدث عن المال، عن مشاكل، عن استقالات، عن إقالات. اليوم راح يكون الحوار شفاف، وأنا أشكر الحقيقة الدكتور محمد بريان لأنه يعني منفتح على كل الأسئلة وقال اسألوا ما بدالكم، فاليوم أشكره على مهنيته غير مستغرب. قبل أن نبدأ في النقاش نشوف هذا التقرير ثم نعود لكم لمصعب المرقي. الدكتور محمد باريان الرقم الصعب في التلفزيون السعودي وأحد أركانه في مسيرة تجاوزت 30 عاما. خبرته العريضة التي امتدت من محرر بالقناة الأولى إلى رئيس لتحرير الأخبار ثم مسؤولا عن الأخبار السياسية، فارتبط اسمه بالتطوير وصار ملاصقا له، بدا بتأسيس القناة الإخبارية السعودية عام 2004، وبعدها ترأس القناة الثانية ثم الأولى ليستقيل منها في ظروف غامضة وتساؤلات كثيرة. عاد الدكتور باريان للواجهة مجددا، ولكن هذه المرة كمدير عام للقنوات الرياضية السعودية، في بداية لم تكن هادئة على الإطلاق، فمنذ أن استلم دفة القيادة خرجت التصريحات المدوية والوعود الرنانة، فالقنوات الرياضية حسب قوله لا تملك استراتيجية واضحة وتحتاج إلى تطوير يطال مفاصلها الرئيسة، ووعود رآها البعض صعبة المنال كوعده بمنافسة القنوات الرياضية البارزة كالجزيرة وأبوظبي في فترة وجيزة. الأشهر الفائتة شهدت قرارات كانت مثيرة للجدل في الساحة الإعلامية، لعل أبرزها قراره باستبعاد كل من له ميول رياضية دون سابق إنذار. أما من ناحية الاستراتيجية التطويرية فمنهم من يرى أن التحديات التي تواجهه أكبر من إعادة تسمية القنوات الرياضية بدلا من ترقيمها. شكرا مصعب، أهلا وسهلا بك دكتور محمد، شكرا لتلبية الدعوة. شكرا أخوي علي، شرف لي أنه يكون لي لقائي الأول خلال 32 سنة أمام شخصية زيك أخوي علي وقناة محترمة. نعم. كروتانا بحفظ. شكرا لك على حضورك. عموما هم اللي يعمل في يعني في الحقل التلفزيوني خصوصا يعني ليس أمام الشاشة دائما يعملون ولا يظهرون. شكرا أنك خصيتنا بهذا اللقاء. شرف. دكتور الآن نبدأ بالقناة الرياضية. إحنا نتحدث أول شيء في ظرف عربي 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 سعودي ربيع عربي، الشباب مهم، الشباب مهم، ليس مهم في الكثير من القطاعات، انك تعطيه الشيء اللي يبغاه، تعطيه منابر يتحدث، تعطيه ماده جميله ربما لا يعني لا تصنع لديه توتر، كل هذه الامور لابد تكون موجوده. اليوم في المملكه العربيه السعوديه يتندر كثيرا على القنوات الرياضيه، يقول لك الخشبيه، يقول لك هذا الشيء، هل جاء من فراغ؟ هل له مسببات؟ هل هي فعلا خشبية الآن؟ أم أنها كانت خشبية؟ أم أنها خشبية وفي المستقبل بتكون ذهبية؟ المسمى هذا موجود، قد يكون في السابق لأسباب أنا يعني لا يمكن أنا أتحدث عنها، أنا أتحدث عن الفترة اللي إحنا موجودين فيها الآن. ست قنوات كانت فقط تبث مباريات، أنا شخصيا لو سألتني هذا ليس جهد لنا. ست قنوات زي ما تفضلت أخ علي هي قنوات، والآن إحنا عندنا مرحلة الشباب، إحنا لابد أن نعمل بفكر، كوني أنقل مباراة أو تحليل هذا جهد الآخرين، أنا مجرد ناقل. المرحلة القادمة ستتحول بإذن الله، يعني بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم
ثقتي بزملائي وزميلاتي أنها ستتحول إن شاء الله إلى ذهبية ومن ثم ماسية، ولكن بعمل حقيقي 6 قنوات هذه سيكون نتاج القناة بعيدا عن نقل مباريات كرة القدم. الرياضة ليست كرة قدم، القنوات الرياضية هي في الأساس موجهة للمجتمع السعودي، 65% إلى 70% شباب. لابد أن تكون هناك رسائل حقيقية وهادفة بعيد عن تزييف الحقائق. قد يكون احنا بدأنا الآن بعملية إعداد مجموعة برامج موجهة للشباب، كمثال برنامج 3 في 3، برنامج صباحي صباح الوطن، هو برنامج منوع. الاستراتيجية الكاملة لـ6 قنوات أنه ليست فقط لكرة القدم، تم توزيع الـ6 قنوات بتخصيص. القناة الأولى قناة عامة بحيث أنها تكون شاملة لجميع فئات المجتمع في المجال الرياضي والرياضة. أنا شخصيا لو سألتني الرياضة ليست فقط كرة قدم، الرياضة طيب. رياضة فكرية وذهنية إذن الأولى بتكون عامة. القناة الثانية هي أيضا ستكون مساندة للقناة الأولى ولكن بشكل مختلف، بحيث يكون فيها نوع من التغيير المستمر خلال الأسبوع أو خلال شهر. القنوات الأربع الأخرى إحنا لدينا كنز أخوي علي، يعني مثلا إحنا قناة اسمها قناة زمان، لدينا في التلفزيون السعودي كنز من الإرشيف الغير متواجد عند الآخرين، وهذه بإذن الله ستكون قناة مستقلة، لا أيضا ستكون أيضا لها متابعين لها. هناك قناة على مدار الساعة، قناة أخبار، الأخبار الرياضية. إحنا لا ينقصنا شيء والله الحمد، كفاءات عندنا وعندنا إمكانيات. وفي قناة وهذه اللي نعتبرها في الفترة الماضية كان فيها نوع من الظلم من جميع وسائل الإعلام، اللي هي الألعاب الأخرى المختلفة، تركيزنا كرة قدم كرة قدم كرة قدم، لا، هناك متابعون ستكون متخصصة لكرة اليد، السلة، الفروسية وهكذا. القناة الأخرى ستكون قناة اسمها قناة الحدث، بمعنى الآن ستكون متخصصة في متابعة رالي حائل. من الآن هي متابعة للمنتخب السعودي، مناسبات، بالإضافة أنه كل الـ5 قنوات هذه، لكن لابد من تأكيد على أن القنوات هذه لن يكون فقط بثها في مجال الرياضة، ستكون هناك يعني المخطط ليس القريب 120 برنامج لكل قناة، 20 برنامج، وكل برنامج من سيتولاه متخصصين وكلهم من يعني أبناء الوطن، من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل، وزارة الداخلية، جميع قطاعات الدولة ستشارك، لأن إحنا كلنا مجتمع واحد. زي ما تفضلت أستاذ علي، إحنا الشباب يريد ما يريده وإحنا سنعطيه إياه. طيب بس أنت يعني ولد كار ولد سوق. نعم. الحين أنت يعني هذه الفكرة اللي تقول، يعني أنت ما كبرت الصورة أكثر، يعني أنت كأنك ناسي التلفزيون الرسمي السعودي، القناة الأولى والثانية. نعم. اللي عندهم أدوار والأخبارية، ودخلت في ملعبهم. أيضا السوق، أنت الآن يعني لما الواحد بيخلق مادة ولا جريد ولا هو عنده ريتنج لابد أنه يكون مميز عشان المعلن، كل هذه الأمور كأنها غير موجودة في بالك يعني لما عملت هذه التركيبة. وأنا بقول لك ليش، اليوم لما أحد بيأسس قناة بيشوف مثلا القنوات الرياضية، الشعب المملكة العربية السعودية مولع بكرة القدم، مولع وتتخاطفه القنوات، الجزيرة، أبو ظبي الرياضية، دبي في فترة من الفترات، هذا المشاهد أنت أولى فيه. عندك كنز مهم يعني اللي هو الدوري السعودي. يعني من خلال الشرح الأولي لك أنه ما في اهتمام بالدوري السعودي. أمر آخر ما يتعلق بالبرامج، تعرف وانت اعلم مني في هذا الموضوع، لما نجي نختار خريطة برامج نختار فكرة جماهيرية جيدة، وبعدين نأتي لها بمذيعين عندهم جماهيرية كبيرة. اللي حدث في تجربتك، وخلينا نبدأ فيها، انه في عندك 2 من المذيعين عندهم جماهيرية ممتازة وعندهم حضورهم على الشاشة، واحد منهم استقال، اتكلم عن رجل السلمي، وما أدري قبلت الاستقالة ربما،
وفي موضوع عادل الزهراني أنا الحقيقة ما استوعبت اللي صار. طبعا إحنا الآن نتكلم مهنيا، عادل الزهراني أخطأ على الشاشة، انفعل، كلنا ننفعل ونخطئ ونعاقب انفعلنا ذلك، لكن هل العقاب فعلا كان فصل نهائي؟ وأنا أبغى أسمع محمد بريان تحديدا، لأنه يعني سبب حجم المعلومات، سبب الشائعات حجم المعلومات، هل هذا صحيح؟ خلينا نرجع البداية بس حوارك الله يحفظك. تقول الدوري السعودي ما له ذكر في دين. أنا سبق وقلت لك في بداية حواري الدوري السعودي ليس منتج لجميع العاملين في التلفزيون السعودي في القنوات الرياضية. صحيح. أنا أبحث عن منتج. صحيح. أنا ما أنت تقدر تجيب وتعمل منتج. أنت لما تعمل استوديوهات تحليلية، لما تعمل قفشات، لما تعمل. لا لا لا، أنا أتكلم عن جزئية مختلفة تماماً أستاذ علي. أنا أتكلم أن هذا جايني جاهز. جايني جاهز. وبعدين مين اللي يقوم بالدوري السعودي؟ شركة متخصصة تم يعني ترسية المشروع عليها، فهو عنده عاملين وجاهزين. بالإضافة أن الدوري السعودي الأندية هي التي ستمارس هذه الرياضة، بالإضافة للاستوديو التحليلي قد يكون جزء من عملنا، لكن أنا أتكلم عن فكر. أنا محتاج، أنا لنفترض في لحظة من اللحظات الدوري السعودي لجهة معينة تم الانتقال، هل الست قنوات هذه تغلق؟ لا. أنا لما وافقت، وأعوذ بالله من كلمة أنا، على مع زملائي نقود هذه القنوات، كان المخطط أنه لابد أن تستمر هذه القنوات حتى تكون مساندة للقنوات. دكتور محمد، جيب الدوري السعودي والآن خل صوت محمد بريان ومعه كل الشباب. نعم. تعال جيب يعني نافس على الدوري الإسباني الإنجليزي إذا خلص. أنا أعرف أن في مشاكل مالية كثيرة ومشاكل مع المالية مع الوزارة، في مشاكل كثيرة، ولكن الأسهل شيء أن نمنع. يعني أسهل شيء أنه الخوف عندنا من شيء خلينا نتخلى عن شيء، بل نأخذ فرصة وفرصتين وثلاثة. هي المشكلة مشكلة مال، هي مشكلة احتكار. إذا أذنت لي أنا أقول غير نظيف، بمعنى يعني. لا، هذه اللي أبغى نوضحها. نعم، أنا أقول لك إياها. خلينا نرجع للبطولات الأسوية التي تم احتكارها من قبل قناة الجزيرة لمدة 8 سنوات. أنا أطرح تساؤل، الثمان سنوات هذه، وانت تعرف انه في كل سنة متغير اقتصادي واجتماعي وسياسي، كيف تعطى لجهة واحدة؟ الشيء الامر، هل وضعت في مناقصة؟ آمل ان يتم الجواب على هذا السؤال، واحنا كنا متجهين لماليزيا للحصول على الجواب ومن ثم مصارحة جماهيرنا. الامر ان يوضع من ضمن الشروط انه في حالة امتناع الدولة عن نقل مباريات الأندية التي تخصها في داخل الدولة من قبل، يعني وضعوا من ضمن الشروط حتى تركب على جهة معينة، ما أقول لك أنه منافسة غير شريفة، أن بإمكانهم يتم نقل مباريات الأندية خارج البلد. هذه لا يمكن تتم إلا إذا كان هناك تركيبة أو تحديد معين شيء معين. يعني هذا إذا حبيت احنا ممكن نجي ليها بالتفصيل. خليني أرجع للأخ رجل السلمي ولابن عادل الزهراني. أنا طبعا فوجئت فيك الآن تقول لي رجل الله الأخ رجل الله السلمي قدم استقالته. هو موضوع يوم السبت هو اللي سيتولى الاستوديو التحليلي في مباراة المنتخب السعودي واندونيسيا. يعني إذا كان قدم استقالته لجهة أخرى غير مدير عام القنوات. برنامج الملعب. أي الملعب؟ في عندكم برنامج اسمه؟ لا 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 لا، هو شوف يا سيدي الفاضل، لابد أن يكون هناك تخصص. أنت أخوي علي الآن البرنامج هذا معروف، يا هلا، لكن الاخ علي معروف، هو يعني في 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 تخصص دقيق. انا اول ما جيت قلت يا اخوان انا راهن اشارتكم، انا ما وضع المسؤولين ثقتهم فيني هنا الا انا خادم لكم جميعا. انا عندي ازعم ان عندي خبره انا اقدمها لكم، وانتم عندكم خبره. فوجدنا ان التخصص دقيق، يعني انا وجدت ان شخص يكون في الملعب ويكون في الاستوديو التحليلي ويكون في برنامج اخر، لا يمكن، لابد. وبعدين عندنا كفاءات، لابد. اذا كيف نصنع جيل جديد؟ فاحنا عندنا إدارة مذيعين، احنا عندنا يعني عندك مثلا نوافذ عربية كان أخ مذيع من 3 سنوات مبعد. طيب ما هو الآن قدم لي برنامج 6 حلقات يا أخي ومذيع رسمي. عندك برنامج 3 في 3 طلعنا شبابنا حورناهم وحطيناهم في جزئية معينة. أنا اللي أبغى أصل له، أنا لما تحاورت مع الأخ رجل الله السلمي، وأنا من الناس اللي أنا أحترمه وأحترم أيضا الابن عادل بمنتهى الأمانة، يعني من الكفاءات المتميزة. الأخ رجل الله السلمي اقتنع، قال لي أنا في الاستوديو التحليلي أجد نفسي، وبالإضافة عنده برنامج المنصة. لكني أنا، وأنا يمكن لو صار تليفون مع الأخ رجل السلمي، أنا رأفت بحاله أنه يجي من جدة للرياضة. أنا قلت له يا أخي لا، أنا في مخططنا بإذن الله أن نصنع استوديو تحليلي يكون. نعم. في جدة. نعم.
ليش انت تجي من جده للرياض وطيب ضيوفك عن طريق الساتلايت؟ دكتور الان انت تتحدث عن التخصص جيد. نعم. انت لما كل قناه في الدنيا عندها برنامج البرنامجين هي الاساس. صحيح. انتوا عندكم في الملعب نعم. مشاهد يعني. صح. انت تقارنوا في اربع برامج في الوسط الرياضي تاتي في نفس الوقت او تتقاطع. نعم. قليلا. نعم. وعندك عادل ورجلة بس عندهم جمهور. طبعا انا مع كل محبتي وتقديري للزملاء اللي قدموا الان وقبل. نعم. واقول لكم ترى انا ما عندي خبره كثير في البرامج الرياضيه. نعم. ولكن اعرف الناس اللي عندهم جمهور. صحيح. اللي عندهم تاثير. صح. اذا جازت لما التخصص انت طالب تخصص جيد ولكن ايضا بخبرتك ما اعتقد انه راح يفوتك انه وجود هذول الاثنين في هذا البرنامج اهم من التحليل. التحليل يستطيع ان يديره اي شخص. نعم. طيب واذا كان الاخ رجاء الله عنده المنصه برنامج قوي وجماهيري. طيب. كل اسبوع. طيب. لكن الاخ عادل يعني انا اعتقد من الكفاءه المتميزه. اذا رجاء الله بيشارك بالعكس يعني انا اكون شخصيا انا بالنسبه لي يعني انا حزين وزعلان على ذهاب الاخ عادل ولكنه هو يعلم السبب. وش السبب؟ يعني هو لما طلع على الهواء هو كان في اشكاليه في لقاء له كان مع رئيس نادي الاتحاد. لا نائب رئيس الاتحاد جمجوم. نعم. وانا كلمني شخصيا انا جمجوم وانا جاي كنت انا في مفاوضات حقت الاتحاد الاسيوي في دبي. وانا في المطار قال لي انه الاخ عادل يعني تجاوز حدوده علينا. قلت له انا لن اسمع منك انت فقط دعني اشاهد الشريط اشوف الشريط وبعد ذلك احكم. فعلا جيت الصباح اول ما جيت شفت الشريط فقلت يعني بصوت عالي ان الاخ عادل لم يتجاوز حدوده. واتصل فيني تليفون الجمجوم الاخ جمجوم وقلت له يا اخي الرجل لم يخطي عليك انت كنت متنفرز وهو متنفرز وانتهينا على الموضوع هذا. طبعا وكان فيه معالي الوزير ومعالي رئيس الهيئه يعني انا والاخ عادل جلسنا معهم وكان لقاء ابوي من معالي الوزير الاخ عبد الرحمن هزاع وانتهينا على اساس نبدا. انا فوجئت ان الاخ عادل لما طلع على الهواء بمنتهى الأمانة الكلام اللي في البداية الأول كان ما يعني بالنسبة له يشكر من وقف مع على أساس اليومين اللي غابها ولكني أنا حقيقة صدمت. أنا سأصفي حساباتي ليس من خلال القناة ولكن من خلال موقعي الخاص وبعض الناس مغصتهم يعني مع بعض الناس مغصهم بطنهم. لا يمكن يا أخي أنا أقبل هذا الكلام. حتى أنا صدمت لأن عادل أول شخص استقبله في التلفزيون السعودي في القناة الإخبارية هو الأخ نايف الكرشمي والأخ عادل الزهراني. يعني هو واحد من أبنائي هو اللي ساهموا في نجاح القناة الإخبارية. ولكني أنا تبغى الحقيقة أنا ذهلت. هل كان متعمد الأخ عادل يقول الكلام هذا؟ لا يمكن هو رجل له خبرة ولكن يا أخي الكلام اللي قال ما يمكن أحد لا بس له. عادل لما قال هذه أنه سيبتعد ويصفي حساباته ولا قال بيصفي الشيء الشخصي؟ لا 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 قال أنا يعني بعد ما خلص أنه أنا أشكر من وقف معي في الفترة. طيب. الماضية وشكر جماهير الاتحاد أنا لا أعترض على الكلام هذا. ولكن هو في لحظة قال أنا عندي تصفية حسابات هو موجود. أنا لو يعني كنت أعلم على الجزئية دي كان جبناها ونفس الأخ عادل والأخ رجاء الله شوف موجود الفيديو. أيوه. نشوفه. الأخ رجاء الله السلمي عاتبه وخطاه. الأخ غانم القحطاني خطاه. الأخ بدر الفرهود يعني هذول قيادات عندي عالية. طيب دكتور خطر. بس قبل اروح الفاصل سم. فلوس اعلان يعني انت عارف ودي اسال بعد ذلك فاحنا انت منفصل عادل ولا وجهه ما فصل الاخ عادل مرتبط بعقد ايه؟ مع شركه الخبير اللي تتولى نقل التلفزيون الدوري السعودي فتم يعني انه يعني اخ عادل العقد لن يتم لن يستمر معك يعني في امان الله لانه يعني اذا العقد ساري وانت انا حكون صادق معك انا لو سالتني شخصيا أنا أكثر ألم لي إني أنا أقول للأخ عادل امشي. طيب. لأنه هو قوة. طيب لماذا لم يكون في إنذار؟ لا يمكن. في إيقاف في نقاش لأنه تعرف يعني إحنا كلنا نتنرفز. أخوي عادل أنا بسألك بالله أخوي علي هل ترضى؟ أنت بتشوف الفيديو الآن هل ترضاها؟ لا أنا ما عندي خلينا نرضى حتى في أنت في الأول لما تقول جمجوم أنت قلت أنا وقفت معاه إيه قلت العادل إنه ما أخطأ. طبعاً. أنا إن شاء الله أنا ما أعرف عادل لكن إن شاء الله إني أمون عليه. نعم. أنا كمشاهد أول. نعم. عادل مشى كويس جدا لكن بعد انتهاء المكالمة عادل قال كل واحد يتفلسف علينا أو يتفلسف هذا انتهينا منها يعني وقفت معها الحقيقة, أنا. الحقيقة هذا ما كان موفق ومع ذلك ما خطيته لأن أيضا الأخ جمجوم قال في بداية حواره أنه صارت يعني شغلة يعني قال كلمة أنا ما ارتحت لها. طيب خلينا بس نروح سم. فاصل وأعطيك الفرصة سم. وإن شاء الله يكون معنا رجاء الله وعادل تلفونيا بعد إن شاء الله.
أهلا وسهلا بكم، لازلنا في حوارنا مع الدكتور محمد بريان مدير عام القنوات الرياضية السعودية. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. كنا نتحدث عن رجاء الله السلمي وعادل الزهراني وعادل أكثر في موضوع أنه انتهى التعاقد معه، انهيت التعاقد. عادل الزهراني معي. عادل مساك الله بالخير، شكرا لأنك يعني حضورك معنا في أهلا هاتفيا. هلا مساء الخير علي، حياك الله، رحب فيك وفي المشاهدين وفي الدكتور محمد. نعم، نبغى نعرف شهادتك احنا يعني في هذا الموضوع، وسمعتنا من الدكتور محمد الروايه، بدنا نعرف روايتك، وان شاء الله تكون استمعت للدكتور محمد لانه يعني يعتبرك ابن حتى الان رغم الفصل. الفصل ان شاء الله. فابغى اسمع شهادتك وروايتك انت تحديدا. اولا حقيقه علي اتمنى منك، بس اريد منك حق الزماله يعني، وتعطيني بس فرصه اتكلم. تفضل. واعتذر منكم الساده المشاهدين اذا باخذ وقت، لكن الموضوع حقيقه انا ما سبق لي في يوم من الايام اني تكلمت، ومن يوم خرجت من القناه والدكتور يعرف اني لم اذكر القناه بسوء. صح. كل ما تحدثت فيه في تويتر كان عباره عن شكر للناس اللي دعموني فقط، لا اقل ولا اكثر، لاني اؤمن بان هناك ادبيات واخلاقيات يجب على الانسان الالتزام فيها. وليس من الشجاعه على الانسان عندما يخرج من مكان ان يتحدث. انا عندما اردت ان اتحدث تحدثت عن على الهواء مباشره امام المشاهدين وانا تحت اداره القناه، اما عندما اخرج فليس من الشجاعه الحديث. هناك ادبيات واخلاق وفي زماله وفي يعني عشره حرصت اني انا احافظ عليها، ووفاء ايضا للرجل الذي احضرني لهالقناه وهو رحمه الله على امير تركي والسلطان، وفاء له لم اتحدث. هناك ادبيات يجب ان نلتزم فيها. كنت انتظر حقيقه يعني من الاخوه في الوزاره ومن المسؤولين الذين هم في النهايه مسؤولين عن الاعلام في المملكه العربيه السعوديه ان يتعاملون معي بمثل هذه الطريقه. المفروض هم يكونوا يبادرون بالاحترام والتقدير، المفترض ان الاساءه تجي مني مش منهم يعني. لكن للاسف ما حدث هو العكس، بالرغم من ان يعني بعضهم في الاعلام يتجاوز عمري كامل، الا انهم حقيقه يعني كان الاسلوب، انا ساتحدث عن الاسلوب ما راح اتحدث عن التفاصيل لان الناس كلها تعرف ما هي التفاصيل. الاسلوب اللي كان اتبعه حقيقه اسلوب غير مسؤول، اقل ما يقال عنه للاسف. كنت انتظر اليوم ايضا من الدكتور انه على الاقل يحاول ان يلطف ويحاول ان يكفر عن ما فعلوه خلال الفتره الماضيه، ولكن للاسف ما زال يمارس نفس الطريقه ونفس الدور. انا اسف الدكتور، ساضطر اني افتح الحديث بعد صمتي لفترة أسبوعين أو ثلاثة احتراما وتقديرا للقناة، ولكنكم للأسف أنتم أيضا ما زلتم تمارسون نفس الدور. مسألة أن الوزير أنه معالي الرئيس يخرج ويغرد في تويتر ثم بعدها يعمل رتويت، تخيل يا علي معالي رئيس برتبة وزير يسوي تغريدة بإيقاف التعامل معي، وما أعرف التعامل يعني أنا مورد مثلا بطاطس للوزارة وما أعرف إيش معنى إيقاف التعامل معي، هذه ما أدري إيش هي. ثم بعد ذلك يقوم بعمل رتويت لعدد من او اثنين او ثلاثه من الاشخاص اللي اساؤوا لي، يعني في كلامهم في انتقاد كان لاذع. تخيل انه وزير برتبه وزير يعمل هالشيء، يعني كان فيها حقيقه يعني طريقه لاستجداء الراي الاخر ومسانده قراره وكانه قراره ضعيف ويريد ان يبرر امامه. تتكلم عن الهزاع؟ اتكلم عن الاستاذ عبد الرحمن الهزاع. نعم. ولاحظ اني اقول الاستاذ، مو مثل ما قال، لا هو كذلك التعامل. هو يظل معالي ورئيس. ما مختلف. انا ما قلت شيء، انا لا مختلفنا في الموضوع. نعم. بس انه نعم. لا انا اتكلم حتى عن الاسلوب لما يقول ايقاف مع عادل الزهراني، طيب على الاقل يعني كل الزميل عموما ما راح ادخل فيها التفاصيل. ثم بعد ذلك الوزير يعمل رتويت لتغريدته والدكتور يصرح والمتحدث الرسمي يصرح، وكلها عبارات للاسف خذلنا الله يهديه عبره. شعرت بحقيقه وكانني انا اقترفت ذنب عظيم يعني لم ياتي به الاولين، وشعرت باني اتيت بامر اخلاقي حتى مو امر مهني. وكان للاسف هذا كله عباره عن تشويه سمعه انا قبلته وجيت على نفسي احتراما لمبادئي واخلاقي ثم احتراما للقناه اللي اشتغلت فيها سنتين. ثم بعد ذلك اليوم ياتي الدكتور ويقول مثل هذا الكلام اللي انا كنت انتظر منه على الاقل الا يعلق على الموضوع، او على الاقل انه يقول الموضوع وانتهى، ونتمنى له التوفيق وينتهي الموضوع حتى يكون في بيننا نحفظ شيء من الود والاحترام والتقدير لبعض. طالما ان الدكتور فتح الموضوع انت يعني فتحته، انا ساتحدث واقول انه يعني العبارات اللي وردت في في فيما حدث خذلنا ومهنيه وحياديه، انا ما اعرف وين هي. لما الدكتور بنفسه اتصل عليه رئيس نادي وفرض عليه فرضا ان يحجب تصريح لاحد الاداريين في ناديه لانه كان فيه انتقاد على هذا الرئيس، اين المهنيه في ذلك؟ اذا كان ما فعلته انا هو له علاقه بالمهنيه. طيب خلينا ناخذ لحظه اخوي عادل، هذه النقطه الاولى. لحظه، انت تتكلم عني انا الحين هذا الجزئيه هذه اللي هو رئيس نادي؟ اتكلم عنك. نعم انت يا دكتور. من هو الله يحفظك؟ من هو؟ في صحيفه عكاظ ماجد المهنا خرج وجاب الصور التي تؤكد بان هناك تصريح لم يعرض لماجد. انت تتكلم عن الزميل المهنا اللي نعم في نادي. نعم. الشباب. نعم. طيب اسمعني يا ابني، اسمعني بس، انت اسمعني على اساس ان نكون بشكل احترافي. القضيه كالتالي،
الأخ الإداري في نادي الشباب هذا أخذ منه قدم استقالته قبل حوالي تقريبا 45 يوم مظبوط؟ نعم. معايا عادل ولدي؟ معك أسمع. 45 يوم فيه مراسل عندنا أخذ منه التصريح بعد ما قدم استقالته ب 45 يوم يشتكي من نادي الشباب أنه نعم. ما أعطاه حقوقه أو المالية. أنا اتصل علي مدير الإدارة الإعداد الأخ عبد العزيز الناجي قال لي يا دكتور التصريح هذا عندنا قبل مباراة النصر والشباب. قلت له طيب الرجل هذا قدم استقالته ليش؟ قال لي والله قبل 45 يوم. قلت طيب ايش المناسبة اللي جبن؟ قال والله ما استلم راتبه. قلت له يا أخي هذا موضوع شخصي بينه يعني أنا شخصيا لو سألتني وش اللي يدور في فكري أي شيء يقدم على الست قنوات لابد أن يخدم المجتمع لا يخدم محمد باريان ولا عادل الزهراني ولا شيء. فأنا قلت يا أخي هذا موضوع شخصي أنا لمني حقوق مدنية ولاني بضمان اجتماعي. الأخ المهنة يروح يناقش الأخ البلطان أو يناقش طارق. أنا من المهنية اللي إحنا طلبناها لو طلبنا إحنا نزلنا اتصلت على مدير الإعلام مدير إدارة الإعلام في نادي الشباب وقلت له الشخص اللي اسمه المهنة قبل لا أعلم أنه 45 يوم قدم استقالته له 3 دقائق تصريح يشير فيه إلى أنكم هضمتوا حقوقه لكم 3 دقائق تردون هذا مبدأ الحياة يا أخ عادل. هذا اللي حصل. أنا ما أتصل أنا شوف ثقة تامة أنا لا أخشى إلا الله سبحانه وتعالى أنا ما دام أني رضيت بهذه المهمة أنا لا أخشى إلا الله. طيب بس على فكرة الحديث على البال وتأخيره ترى يخدم المجتمع مو بالضرورة اللي هو لو هذه المادة مادة جيدة يعني ما فيها بس أنت الآن طيب أنت أنا ما أعطيتك راتبي أي باختلف وأنت ما أعطيتني راتب بس طالما يفيد الناس لما تطلع إذا أنا طبعا عندي معايير مهنية 4 نقاط تركب على الموضوع وأقدر أجيب الطرف ما تركب لما لا. موضوع الآن أنت شفت موضوع طلع في نادي الشباب أنا في صحيفة عكاظ الموضوع شخصي يا أخي طيب. أنا مالي علاقة عموما هذه تفريعة بس عادل أعطني النقاط اللي هي أساسية رئيسية هذا يعني هذا مجرد مثال على أنه إذا كانوا يتكلمون عن المهنية وعن التصرف اللي أنا سويته أنه بعيد عن الحيادية إذا ماذا يسمى هذا في أنت عرف أنت اللي سويته يا أخ عادل يعني ما احترامي لا ما لا مهنية ولا شيء لما تقول أنا حصلت في حساباتي بشكل آخر أو على حسابي الخاص وواحد نعم. مغص بطنه هذا أعتقد ما يمكن حتى في تلفزيون خاص ما يمكن يقال يا أخي والله يا دكتور إذا كان هذا الكلام اللي قلته هو خطأ فأظن أن التصرف هذا اللي صدر من إدارة القناة أنا مع احترامي وتقديري لك هذا والله يا أخي يعني طيب أنت إيش رأيك في رأي زملائك رجل الله السلمي وغانم القحطاني وبدر الفرهود أقرب الناس لنا أنا وإنت قال أقسم بالله العظيم اللي قاله هذا شيء صدمنا عموما انا عندي تواصل مع الزملاء واعرف واثق جدا لا موضوع يعني لا راح بس انا بسالك سؤال عادل الحين انت هذا المشكله الاولى وبعدين الثانيه نعم. نفترض جدلا انه عادل اخطا انت عندك مشكله لازلت مصر انك ما اخطيت ولا عندك مشكله في رده الفعل لا انا ما اتكلم عن موضوع التفاصيل يعني في عندك مشكله في رده الفعل بعد ذلك انا اتكلم يا علي في النهايه نعم. القناه المحترمه والاداره المحترمه يجب أن تتعامل مع موظفيها حتى لو وصلوا لحد أنه خلاص يجب أن ينتهي الموضوع يجب أن ينتهي بطريقة محترمة ولائقة لأني في النهاية أنا قضيت 2 سنين في القناة أو 3 سنوات وأحد المؤسسين لبرنامج الملعب كنت أنتظر على الأقل أن تكون ردة فعل هذا الشيء. الشيء الثاني هل السؤال اللي بيطرح نفسه للدكتور هل فعلا وأتمنى إذا كان يملك الشجاعة الدكتور أنه يقول هل فعلا هو هذا السبب الحقيقي وراء ما حدث لي مع الوزارة أنا أتمنى حقيقة أن الدكتور يكون شجاع عندك سبب عادل قول المنبر سبب يا عادل أنت بنفسك عادل ما طلعت أنا وياك لمعالي الوزير ومعالي رئيس الهيئة واستقبلنا نعم. وكان استقبال أبوي نعم صحيح طيب يعني وانت مين اللي وقف معك لما كان جمجوم مقدم شكوى رسمية وقلت عادل الزهراني لم يخطئ نعم لكن هذا الموضوع دكتور لما يخص مواضيع يعني اشخاص انت بنفسك يا عادل قل لي انت عندك سبب يبدو لي عادل انا خليني اقول شغله يا علي انه ما حدث في تلك المداخله موضوع وانتهى وهو ليس له علاقه باللي حدث وايضا فيما حدث في الكلام اللي قاله الدكتور مع احترامي وتقديري له انا اعرف جيدا ماذا قلت انا قلت سوف في حساباتي في تويتر لانه في ناس قبل الهوى طيب واللي بعدها وش قلت الله يحفظك وش اللي قال خليني اقول لك شغله دكتور اسمح لي انت عندك ساعه ونص تتكلم فيها جلسه سم. انا بقول اللي عندي وبقفل عشان ما اطول على الزملاء بامكانك تسجل النقاط وترد عليها انا قلت اني في ناس قبل الهوى قالوا لي والله حيطلع ويصفي حساباته معنا والله يعيننا عليه انا طلعت على الهوى مهنيا وقلت انا حصفي حسابات لكن في تويتر واظن هذا الكلام ما له علاقه بالمهنيه انا قلت بالنص انه البرنامج هذا ليس ملك لي هو ملك الجمهور بالنص هذا الكلام بامكانكم تشوفونه موجود المقطع عادل شوف عادل الحين بس عادل بالله قبل لا تغادرنا ان كنت تعلم اسباب اقالتك
وسبب مختلف جدا عن هذه الاسباب علمنا ونشوفه مع الدكتور. نعم والله يعني شوف انا يعني زي ما قلت لك في البدايه في هناك يعني بعض الادبيات ما يصلح الانسان يطلع ويكشف بعض الاسرار. انا اتمنى الدكتور اذا هو فعلا يستطيع ويملك الشجاعه انه يطلع ويقول وش اللي صار ايضا حتى بعد اجتماعه مع احد المسؤولين عندما جاء بعد يومين وجلس معي في المكتب وقال لي عادل انا بشيلك من برنامج الملعب وبخليك تقدم استديوهات تحليليه، ما هو السبب؟ واذا تكلم عن الزميل رجل السلمي، رجل السلمي اعتذر من البرنامج بسبب بعض الامور هو يعرفها ايضا الدكتور ما له علاقه بالتخصص وبامكانكم تسلمون برنامج الله. تخصص كيف انا تخصص؟ انا اشوفك في الاستوديو التحليلي واشوفك في الملعب انتم بس ثلاثه اربعه يا اخي، كيف نخلق جيل يا عادل؟ انت بنفسك عشت معي تجربه الاخباريه، كيف صنعنا هذا الجيل اللي الان؟ أنا يا دكتور أنا يعني انتم اربعه مذيعين اربعه خمسه مذيعين وانا عندي ست قنوات واحنا طيب. على اساس ان نبني جيل يا عادل الله يهديك. انا اتمنى يا دكتور ان هذا فعلا يكون السبب. انت الان انت احد المذيعين انت قلت ما يصلح، شوف الان يقدم ست حلقات كيف يقول انت قلت عن مذيع انه ما يصلح. مذيعين الان احنا عندنا نقدم. لا بس لما دام انه هو قال لك شيء بينه وبينه يا دكتور عاد رايك كمدير مدير اداره المذيعين انا اقول لك شوف انا اقول لك لا بس عادل الحين المذيع اللي قدم ست حلقات قال ما يصلح. لا هو يقول لي فعلا ما ينفع وبعدوه ثلاث سنوات. لا من اللي يقول ما ينفع عادل؟ هو كمدير إدارة مذيعين من حقه يقول ما ينفع. لكن أنا أيضا لرؤيتي أنا بخلق جيل، أنا عندي ست قنوات وكل قناة. طيب هذه لا لازم يرد عادل عشان الفاصل. رد عادل على هذه الفاصل. أنا هذه ما أبغى أتكلم فيها، ما أتكلم في مسؤولية إدارة المذيعين هذا موضوع آخر، لكن أتكلم فيما يخصني أن كل ما حدث ليس له علاقة بما يتحدث به الدكتور مع احترامي والتقدير. طيب راح نناقش هذا، شكرا لك عادل الزهراني على المشاركة. خلينا نشوف المقطع حقه ويحكمون الناس. بنشوفها بس بعد الفاصل. ماشي ويحكمون الناس. اهلا وسهلا بكم من جديد، لا زلنا نتحدث مع ضيفنا الدكتور محمد باريان مدير عام القنوات الرياضيه السعوديه. اهلا وسهلا بك. ملف عادل بس نقفله بنشوف المقطع. اعطونا المقطع اللي اثار الانزعاج وبعدها عادل ذهب من القناه او اقيل. خلونا نشوف. اعدكم وعدا قاطعا بانني كنت وساكون صادقا حتى يعني ان اترك هذا المكان. هذا ما أردت أن أقوله مع الحب والتقدير للاتحاد ككيان لجماهيره التي تقدم نموذجا مختلفا ولطالما أشدت في هذه الجماهير، يستحقون منا كل التقدير والاحترام لأنهم يقدمون صورة مختلفة. سأنهي هذا الموضوع ولن أفتحه على مستوى البرنامج، ولكن ربما أكشف أوراقا أخرى خارج البرنامج. هناك حسابات سأوصف فيها ولكن على حسابي الخاص في تويتر. هذا البرنامج هو ملك لكم أنتم. أنا أعرف أن في ناس مغصهم بطنهم بس معليش لازم يتحملون. إلى العناوين. طيب يا دكتور في زاوية ثانية، هذا إفه سبايسي عشان البرنامج مشاهد، وليكن حاكموا بما يفعل إذا طلع فضايح وقانونيا أثبت عليه ذاك الوقت تحركوا، بس هذه كلها فيها ترميز. يعني أنت في برنامجك المحترم وأنت شخصية محترمة سوي زي الإفهاتي؟ لا شوف لا 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 لحظه لا عادل محترم والبرنامج محترم. انت محترم. انت انت انا ولدي عادل هذا انا اقول لك انت لا أنا بقول انت الان تقول افيه تسوي الافيه هذا. لا احنا نسوي افيهات زي ذي يعني شنيعه اوقات مرتبطه بالوزراء وهي مرتبطه بانتقادات لهم. عندنا بند في البرنامج اسمه بند الطاسه الضايعه، لما احنا نلاقي تناقضات وزراء نحطهم تحت ذا البند. ما تزعج احد. ما في تناقضات يا اخي. هذا موضوع الوزراء. لكن انا اقول لك في رايي أنا لازم أخذ وجهة نظر الضد وأنت تعرف هذا الشيء. اللي قاله عادل الآن في ناس ترى خطأ وقانوني، بس في ناس أيضا ترى أنك إذا جيت تحاكم وتفصصه قانونيا ما تلقى عليه مدخل. أنا ما أتكلم أنا ما أتكلم قانونيا، أنا أتكلم عن أسس في التلفزيون السعودي في القنوات السعودية. الأخ عادل معانا طول المسيرة من أروع ما يكون، جاء وصل لحد النقطة هذه قلت له وقف. أنا وأنت على خلاف، في ناس ما ترى أنه في خلاف، أنا بالعكس أنا أسمع مع وضد، لكن أنا وجهة نظري أن الأخ عادل هنا طيب ما كان ما لم يكن طيب موفق. طيب لم يكن موفق. ردة فعلكم تشوف أنها عادي منطقية عادية؟ ما هي ردة فعل، هذا شيء منطقي وعقلاني لما حدث من الأخ عادل. ف
فعل وردة فعل. طيب ايش طيب معنى في الموضوع الثاني اللي مع جمجوم كانت ردة فعلي انا ايجابيه؟ طيب مع الاخ هل ممكن عادل الزهراني يعود؟ انا يشرفني اني اعمل مع الاخ عادل ومع رجال الله سلمي، هؤلاء كفاءات ولا يمكن اصلا في اي واحد يقدر يهمشهم. هذول قيادات في البلد حتكون ان شاء الله باذن الله في مجال التقديم في طيب مجال الاعلام عموما. اي احد جاء اسمه في البرنامج له حق الرد في اي وقت يشاء، خصوصا من يعني عاد الرد، لكن اي اسم اخر لانه بندخل في محاور. بالتاكيد. الان الرؤساء الاقسام والمدراء ايش الاسس اللي تم اختيارهم بناء يعني عليها؟ هو شوف لابد ان يكون فيه نقطه واحده اساسيه، انه انسان يكون فاهم ايش حيسوي. قضيه شهاده، انا اقول لك في ناس معاهم الدكتوراه وماسك منصب بس ما ينجز. كل من أعطي منصب في القنوات الست يملك الخبرة اللي إحنا نحتاجها، هو عارف بالضبط وش مقدم عليه. والدليل أنا أطلقت تصريح وقلت في خلال من 4 شهور إلى 6 شهور سننطلق بإذن الله. أنا اليوم كان عندي اجتماع مع معالي رئيس الهيئة ونائب الدكتور سليمان العيدي، أشعرتهم بإذن الله إن شاء الله في ساعة الانطلاقة الحقيقية وهي لن تتجاوز 4 شهور. لسبب، لأن أول أسبوع كان عملنا دراسة، جلست للقنوات اللي أمام الكفاءات، كل واحد منهم عنده خبرة من 20 إلى 25 سنة، يعني أقل واحد يمكن عنده 10 سنوات، عارفين بالضبط وش قاعدين نتكلم، عارفين بالضبط إحنا وش نتكلم. والله أنا خايف يا دكتور تكون سنة واحدة مكررة 25 مرة. لا أنا لي 32 سنة وأنا أعرف وش أقول. لا أنا أكلمك عن الاختيارات، يعني ما يعني أنا قعدت يعني قاعد نحاول انه نوصل في النهايه الى 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 معايير واضحه. المعايير واضحه الاسس، لكن انا اقول لك يا انا طيب. انا لما اتكلم اي بس عشان نحاول نمر على كل المحاور. لما انت حطيت بعد 4 اشهر ساعه الانطلاق الحقيقيه، ماذا يعني ذلك؟ هل راح اشوف الدكتور محمد بريان القناه الرياضيه مثلا قدمت البتال القوس عرض مخيف جدا وسيعود للقناه، وفي مؤتمر صحفي قدمت ترك العجمة مثلا، وليد الفراج، أي اسم آخر، الأسماء الشهيرة جدا، هل راح يكون في استقطاب لمحللين عالميين؟ هل هذه كل الأمور موجودة؟ بإذن الله إن شاء الله. أنا أقول لك لا لا بس أعطيني طيب أعطيني شيء أعطيني سبايسي يعني سباي أعطيني انفراد أعطيني شيء. طيب أنا أقول لك إياها، بتال القوس بدايته من التلفزيون السعودي اختلفنا، وترك العجمه لحظه بس طيب عطني بس انت بس ما لا بس احنا ما نبغى نصير زي بس مثل العرب نتكي على ماضينا. لا ما تتكي يا اخي، احنا عندنا نماذج كثيره. طيب القناه الاخباريه كيف طلعت؟ كفاءاتك صحيح، وصنعناهم من الصفر. القناه الثانيه كانت ايش؟ والان ولله الحمد 24 ساعه، كفاءاتك سعوديه. القناه الاولى ايضا والقناه الرياضيه، انا وجدت الله يرحمه الامير تركي بن سلطان والاخ عادل عصام الدين صنعوا بنية تحتية قوية، إن كان في مجال الاستديوهات، إن كان في مجال الكفاءات. أنا جيت لقيت شبه جاهز. ليش أنا أقول لك إحنا يعني يمكن أنا أزيد إنه نزيد جرعة الخبرة من ثلاث محطات هذه، أنا جيتهم ولقيتهم جاهزين هم. طيب راح تستقطب أسماء؟ ذكرت لك أنا أسماء أمثلة يا سيدي. شوف خليني أتكلم معك بشفافية، تم الاتصال، بعضهم أنا صدمت فيهم وبعضهم أبدوا الترحيب. الصدمة وين؟ انه بدال ما يقول لك انا يدي بيدك لقنواتنا كم تدفع، وحق من حقوقه، ولكن انا كنت لما انا اتصل فيك كزميل اقول يدك بيدنا، تعال خلينا نطلع فوق. وانا لما اقول لك احنا في مستوى ابو ظبي والجزيره، انا لا اعني اني انا اخذ حقوق او شيء، انا عندي انا احنا عندنا هنا ميزات ما هي موجوده عند الاخرين. انت عندك مجتمع، عندك قيم، عندك مبادئ، عندك موجوده في الاخرين. أيه؟ موجوده. لا لحظه، عندنا قوه شرائيه تقصد ربما اعلى، عندنا فكر نعم وعندنا كفاءات. أيه؟ لكن بس اسمع ليش يا دكتور، انت اعيد واكرر ابن كار طبيعي، هو يده وايدك معاك. نعم. بس انه هو برضو لازم تعطيه عرض. تخيل واحد في هذا مثلا يعطونه 200 الف ولا 300 الف ولا اقل شوي ولا اكثر شوي، انت يفترض تعرض عليه فعلا عرض. أيه؟ بعضهم ان شاء الله في الطريق. مين الاسماء اللي راح نشوفها بعد 4 شهور؟ انا اعتقد انهم هم احتراما لطلبهم لن يعلن الا حتى يتم الاتفاق معهم، ولكن اعتقد ان شاء الله انه قريب. طيب انت الان تكلم عن ناس هاجروا من عندكم، بعطيك اثنين هذا اللي في بالي، سليمان المطيع، ما ادري سليمان هجر يمكن، وبتال القوس. نعم. هل راح يعود بتال؟ يعود سليمان بتال؟ انا اعتقد انه يمكن خلال السنه هذه لا، لأنه حسب حواره مع معالي رئيس الهيئة السنة هذه لا، لكن الأخ سلمان
صار بيني وبين اجتماعات وحوارات، وانا اعتقد الان الابواب مفتوحه للجميع. صلاح الغيدان سيعود؟ طبعا. هذا من ضمن الاسماء اللي باذن الله. باذن الله ان شاء الله. تركي العجمه خلوه، مبسوطين احنا هنا، لا تاخذونها علينا. فاصل ونعود لكم بعد قليل. احنا وصلنا لنهاية الحلقة، بنحاول نكون يعني بنقصر قد ما نقدر. معي الأستاذ رجال الله السلمي على الهاتف. أستاذ رجال الله، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ علي، مساء الخير لك، مساء الخير للدكتور محمد بريان. أولا أعرف أنكم في نهاية البرنامج، فقط بودي إيضاح نقطة بسيطة جدا. الدكتور قال أنه أنا قلت أنه عادل أخطأ في ما حدث. عادل صحيح، احنا نقول هذا الكلام ونقوله قدامه، وقلت للدكتور هذا الحديث، لكن في نفس الوقت قلت للدكتور حينها دكتور محمد بريان ان القرار كان اكبر من الفعل نفسه. صح. واعتقد ان هذا امر في النهايه يترك لاداره القناه، والدكتور نفسه يعي هذا الامر. اختلفنا اتفقنا في النهايه، الجميع ايضا يقدر هذه المساله ويدركها ويعرف ابعادها، لانه اي قناه في النهايه ستكون حريصه على اي مذيع فيها. وعادل ليس فقط لانه صديق او زميل عمر ومشوار، لا، هو ايضا مذيع متميز وعلى مستوى عالي، والدكتور هو من قدمه بالمناسبه في الاخباريه. طيب انت لماذا استقلت من الملعب؟ هو اعتذار عن برنامج الملعب. كان لرغبه الدكتور في هذا الاطار، بحسب حديثه ايضا كان يريد أن يطور الاستديوهات التحليلية. وأنا في النهاية أقول طالما أني في القناة الرياضية فما يراه مدير القناة في النهاية سأقول أهلا وسهلا. وهذا أي شخص، وأنت أستاذ علي تعرف هذه المسألة ولديك المهنية الكاملة في هذه المسألة، كل ما يطلب من أي إعلامي طالما هو مرتبط بعقد مع هذا المكان أو هذه المؤسسة لابد أن يكون في الاتجاه الذي يخدم. نعم. هذه الأمر. نعم، شكرا لك أستاذ رجال الله. في شيء ثاني لأن وقتنا يعني خلاص. شكرا جزيلا، نعرف وقتكم ضيق جدا. شكرا لك رجال الله السلمي على المشاركة. قال وجهة نظره. أنا تبغى الحقيقة، أنا دائما شخصية الأخ رجال الله السلمي رائعة وازدادت روعة الآن بهذا الكلام الذي يبني إلى الأمام. نعم، شكرا. طيب في نقطة أخرى، الشباب أعتقد أنه مبتعثين، وانا عندي على تويتر ايضا كثير من الاسئله ما يتعلق ليش انتم ما انتم على النايل سات بس. نعم. عرب سات. واحد يقول لك حتى قنوات في دول افريقيه فقيره عندهم هذه وهذه. يعني هي انا اعتقد انها قد تكون مشكله من خلال عرض العرب سات امور ماليه، ولكن انا شخصيا مع معالي رئيس الهيئه باذن الله سيصلهم قريبا ان شاء الله، سنجدها على يعني راح تكونوا على النايل سات باذن الله. باذن الله ان شاء الله. انطلاقتكم بعد 4 اشهر، هل بينكم قطيعه انت والشركات المشغله الخبير والعالميه اللي هي لا هي العالميه الان شركه جديده يعني اللي رسى عليها العرض. الخبير كانت هي المرحله الشركه اللي كانت تتولى الدوري في الفتره السابقه والان يعني. عندهم موظفين ولا هم نفس موظفين الرياضيه في نفس والله يشوف انا تبغى الحقيقه اعلنت رايي بصراحه ولا زلت يعني اني انا صدمت بما يقدم من قبل شركه الخبير، ولكن انا خلال اجتماعي معهم وجدت ان هناك كثير من المعطيات لم تكن في الاطار الصحيح لها، سيتم تلافيها مع العالميه، سيكون هناك اجتماعات متواليه حتى قبل انطلاق الدوري، سيكون نعم. هناك حتى مشاهده العربات التي ستقوم بنقل. نعم، لماذا لا يكون هناك يعني او رفضتم المشاركه مع القنوات غير رسميه في الدوري السعودي، في شراء الدوري السعودي؟ لا، هذا انا اعتقد انه قرار يعتقد انه يفترض ان تكون القنوات السعوديه هي من يتولى الدوري السعودي، ولكن انا اعتقد اذا انت تتحدث عن قنوات سعوديه داخليه فانا لو سئلت رايي الشخصي لا يمنع، لان كلها قنوات وطن، ولكن ان يخرج خارج الحدود انا اعتقد انه مبدا سياده مرفوض، انا شخصيا مرفوض. طيب ما هو في احتماليه انه يخرج
لا لا, لا 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 انا اعتقد انه اذا كان سيخرج سيخرج لقنوات سعوديه ولكن ما اعتقد ان شاء الله لن يخرج لا لابو ظبي ولا الجزيره. ما اعتقد لانه اصلا هو هي مبدا اصلا حصول القنوات السعوديه مبدا اكبر من قضيه مال وقضيه دوري، هي قضيه بعيده المدى. ونعتقد الله يحفظه خادم الحرمين الشريفين عندما اتخذ هذا القرار قرار صائب. الان الامير تركي بن سلطان الله يرحمه كان هو مسؤول عن القنوات، نعم، بالتالي هذا كان يمتص او يحد من الغضب او يحمي القناه ويحمي الاعلاميين اللي فيها، نعم، من بعض رؤساء الانديه، بعض الجماهير، بعض، نعم. انت محمد بريان لست امير، نعم، طبعا الامير مواطن وانت مواطن انا مواطن، نعم، والامير يستحق ان يكون امير، ما هي قضيه، لكن سؤالي لك انت، ما انك مواطن ولست امير، هل تعاني من ضغوط؟ هل تجرأوا عليك؟ كانوا يعني في مكالمات، في تهديد لم تكن موجوده في فتره الامير تركي بن سلطان رحمه الله عليه؟ لا يعني شوف، الله يرحمه الامير تركي، حتى وان كنت انا في تلك الفتره ماسك قنوات اخرى ولكن كنت قريب من الله يرحمه، نفس الضغوط. المجتمع الرياضي مجتمع عجيب، يعني انا لي 32 سنه لم اشاهد خلال الشهرين اللي انا مسكت فيها القنوات الرياضيه الان عالم عجيب، تجد من تتعلم منه وتستفيد من افكاره وان كان حتى لا يحمل درجه عاليه في الرياضة. وتجد ايضا من محبط يحبطك وهو اصلا اوريدي محبط في نفسه، فانت لابد انك تعيش هالتناقضات كلها. لكن بمنتهى الامانه انا يعني تشرفت بالتعامل مع كل رؤساء الانديه، وجدت منهم كل احترام وتقدير، لانه اصلا انت مبدا عندك امانه، اذا اديتها بامانه لن تترك مجال لاحد، لكن ان حابيت احد على احد ستترك الثغرات اللي يعني ستضعفك وستجعل يعني الاخرين. صحيح انه الريتنج قل شوي الفتره هذه؟ انا لا اعلم، انا حقيقه لا اعلم. طيب زاد؟ لا انا انا اقول لك، انا يمكن المعيار اللي عندنا هنا الاعلانات. الاعلانات عندنا يعني بشهاده معالي رئيس الهيئه زادت، نعم، ولكن انا ما عندي، انا ما تهمني الاعلانات انا حقيقه. لا بس دكتور اكيد لازم يهمك الريتنج، يعني كان المفروض انك تتقارن بين فترتك والفتره. هذا يحتاج له انه لازم يكون في شيء متخصص يعمل هذه الامور انا اخوك، وهذه لابد، وهذه على فكره ترى احنا نفتقدها يمكن في وسائل الاعلام العربيه كلها، انه يكون في شيء متخصص تعرف انت بالضبط طيب اين تصل. احنا وصلنا للنهايه، بس اخر سؤال ابغى اجابه مختصره فيما يتعلق بالمعلقين والتالي، نعم. بعد 4 شهور هل ايضا ستستمرون في استقطاب معلقين من الامارات، من الكويت؟ لا من لا كلهم راح يكونوا سعوديين باذن الله، سيكون كل الطاقم سعودي بالله باذن الله. عموما ما في مشكله تستقطبون يعني، لا خلاص بس انتهت سعودي. المرحله هذه وانا اعتقد انه الان ما شاء الله عندك الان 8 واحنا في طور الان اللجنه 8 16 ولا الحمد مع الدوري الدرجه الاولى عكس. طيب بتجيب السعوديين اللي برا للمعلقين؟ والله هم يمكن من ضمن الاشياء ان شاء الله اللي ستسرك ان شاء الله. نعم. شكرا لك دكتور محمد بريان، شرف مدير عام قنوات القنوات الرياضيه السعوديه. وقتنا مر معك بسرعه في كثير من الملفات ما مرينا عليها، بس ما دام قصينا الشريط بعد 32 سنه من عملك في الاعلام ولا عمرك ظهرت وشرفتنا، نعم، بذلك. شكرا لك، ان شاء الله مره ثانيه نلتقي ونحاكم انفسنا لانه القنوات الرياضيه هي قنواتنا كلنا. بالتاكيد شرف لي. نعم شكرا لك دكتور محمد بريان، اشكر كل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في يا هلا، القاكم غدا في امان الله.